اتفقنا. والله يا ابني بتضحك عليا دايما، والله بتضحك عليا دايما. احنا اتفقنا. طب خلاص هاخد شهاده منك من قلب الجيب. بس يا ليلى بص عليك النهارده بقى ايه؟ بما يرضي لك ست بحلال. عمري في حياتي ما بسرق، عمري في حياتي ما بنصب، عمري في حياتي ما بعيش. استحميت عليكم. يا لهوي على البرود يا ماما. ازيكم عاملين ايه؟ شيلي حسين عشان ليلى ما تعيطش. يا نهار اوعي كده هيحصل كوارث لو ليلى ما طلعتش في الفيديو. اوعي اوعي خشي كده اقفي تعالي كده. انا اقعد يعني ونعمل ايه؟ لا اقعدي ايه اوعي. اطلعي عشان الرخامه بس مش هتقعد تشيلوا تخنقني. ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وسلامه. اهلا وسهلا بكم النهارده في حلقه جديده من حلقات قناتنا، ويا رب دايما كل اللي فات يكون عجبكم. ان شاء الله الجديد جاي احسن وتمونه. بص الغتات هي امال تخمع الختان حاجه يعني. بص مرار والله طول ما شايف مرار في البيت. انت متخيل انت النهارده بقى في تحدي يعني حلو جدا كده. شوفي النهارده في تحدي معانا بقى، تحدي الازازه اللي هو طبعا شفته كتير اكيد على اليوتيوب او على اي حاجه ثانيه. يعني في الازازه تنزل تقف، فانا وهي نرص كده هنحط 200 جنيه او 100 جنيه او 50 جنيه ايوه او 10 جنيه ايوه ده بيبقى حلو. وطبعا نحط ايه ازازه من الناحيه دي ومن الناحيه دي، واللي هي يبقى ازازيه اكتر ويوصل للفلوس ياخدها ياخدها. طبعا انتوا فاهمين طبعا. ماشي. ولو في حوار قسما بالله يبقى نهار هزرق. انا اللي بعمل حوار. ايوه كل انت ما انت نصابه. انا اللي بعمل حوار. انت نصابه وحراميه. انت نصابه وحراميه. خليك انت حامل. ممكن اموتك. ممكن اموتك. طب وانا بقى؟ لا مفيش شعر مفيش شعر. ايه ايه انت على طول جاي على طول معايا. هم اللي عندك بس الحبه الصغيرين دول بس، ما عندوش حاجه تاني. يعني كل ما اجي احب اشد مش عارف ايه. كتير الحقد اللي مالي قلوب الناس. ماشي. ماشي. طب وانا بقى وان شاء الله اللي جاي نشوف احسن احسن. ويا رب دايما تكون ويا رب الحلقه تعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا ايه بقى؟ يلا يلا قولوا لنا يلا هتعملوا ايه؟ حطوا لايك 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 واشتراك واشتراك شير وشير. لو عجبكم الفيديو عجبكم الفيديو انا بحبكم بحبكم. توحشونا وحشونا. شكرا. بصي يا ستي اول حاجه بقى تعملي ايه؟ هتعملي طبعا الازازه كده كالعاده تمام؟ تقف وقفت ده لو وقفت ده لو وقفت اصلا ده لو وقفت معايا اه. تشيلي ورقه لحد ما توصلي ايه؟ الورقه اللي تحتها 200 جنيه تمام؟ خدي خدي ماشي والله العظيم ما عرفتش. ثانية يلا واحد ما تيجي نعمل ايه؟ لا ليه يا ماما ده مع بعضينا اللي يلحق اللي يلحق يخلص اللي يلحق. يلا واحد. لا انا لسه ما قلتش واحد والله يا حسن ما تنساش. في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت عبيطة؟ انا لسه بقول لك واحد. ما خلاص انت قلت يلا ما قلتش انت حرامية. خلاص كده عشان اول واحدة اشيلها؟ اشيل كده واحدة شيلي شيلي واحد ماشي. توفي بقى على فكرة انت نصاب. لا 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 وربنا كتير يعني المفروض حاجه بسيطه. انت اللي قايل ده. اوعى. لا انت نصابه يا بنت. لا لا والله انت حراميه. والله ما لمستها. اوعى اوعى. فاضيلي فاضيلي. لا استني كده استني استني. لا استني ازاي دي؟ استني لا دي مش زي دي. خد عشان اريح. خد. خد. انت بتقلي انت بتسندها وربنا بتسندها وربنا بس لا والله انا شفتها اهو اهو والله اوعي اهو. انت ايه انت نفسك فيها ايه؟
هتضربك بقى ما تخليش هضربك. لا والله انت بس بقى بس بقى بس بقى انت مصاب والله انت بتقول والله انت بتقول هما اتنين انت اللي بتقول لا انت في واحده فاضله غصبه فيها. انت اضربني. لا والله. قسما بالله. لا والله انت حراميه. لا والله ما انا. لا انت حراميه. انت اللي نسيت. لا انت حراميه والله. لا. 200 جنيه. لا. 200 جنيه. لا. 200 جنيه. لا. 200 جنيه. لا لا انا اخر دور عليها. 200 جنيه. اخر دور بصي انا وانت. لا انت لا والله لا والله انت خدت واحده اول ليه حرام. بصي. انت خدت كذا واحده حرام وانت خدت كذا واحده حرام وانت كذا. بصي. احنا هنعمل لها محاوله اخير بنرضي الله. انت اتنين ولا واحده؟ عشان انا كنت واحده وانت اتنين. مفيش مشكله. واحده على الفينش يعني واحده نفنشها. اللي هياخد فلوس يكسب. ماشي. خليها في النص عشان عارفه انت ايه. مش في النص كده. لا في النص. مش في النص. في النص. بس بقى هي مش في النص. بس بقى. في النص هي ما تنسبش. ماشي وبنسى بقى يا جدعان خليكم عارفين اهو هو نصاب دايما بيضحك على لعيب بس انا بعدي ما حصلش لا يا والله يا عم انت ظلم والله كل احنا اتفقنا والله يا ظلم بتضحك عليا دايما والله بتضحك عليا دايما احنا اتفقنا طب خلاص هاخد شهاده منك من قلب الجيب بس يا ليلى بص عليك النهارده بقى ايه؟ بما يرضي الله كسبت بحلال. عمري في حياتي ما بسرق، عمري في حياتي ما بنصب، عمري في حياتي ما بعرف. استحميت؟ عمري في حياتي ما وفجأة ربنا صح؟ وفجأة عشان نصبت عليا وربنا خدت مني فلوس. وفجأة صح؟ ما تتوقعهاش. بنتي اللذينة. ما يتوقعهاش حسيت. وفي على جنب انت صح وفي على جنب الواحد فعلا متعامل مع حليم قسما بالله ماشي والله العظيم تاتا لو اوريك واللي جاي هتشوفي من نفسي ميكي ده انا اكسب كده هو غل كده لازم اكسب هم يتجننوا هو برضه اللي كسب برضه انا كسبت والله وبصوا انت شفتوا بعينيكوا واللي عند الله ما بيروحش اه اللي عند الله صحيت امي ما حلك بصوا مين بيقول اللي عند الله ما بيروحش ما انا كسبتهم في الاول ايوه قالب والله لا اوريك ما بخافش والله العظيم لا اوريك اقف بقى اقف بقى اقف بقى اقف بقى ماشي اقف بقى النهارده دي كانت حلقه بتاعتنا يا رب الحلقه عجبتكم اقفي وربنا ما هيسيبكم وعوضني حطوا لايك عشان خاطر حسين استحمى لا 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 البنطلون ربنا يبلغ عنك الشرطه الله اوديك ما بقالهم دي كانت ساعه كانت حاطه مخدرات في جيبها وخدتها باعتها ده منظر واحده بتحط مخدرات اه دي منظر نظم مجرمه بصي احنا عامله ازاي ايوه 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 كنا غلبانه حسيت فعلي نورتونا النهارده ويا رب الحلقه بتاعتنا تكون عجبتكم واستنوا حاجات تانيه اكتر كتير وفاجات كتير والله كتير قوي هما جايين اهو قدامك اهو جايين استنوا الحلقه التانيه عشان مش هنخلص النهارده بس يا بنتي يلا سلام باي باي